منظمات أممية وإنسانية تحذر عواقب وخيمة حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض المساعدات إلى سوريا. مع دخول ثاني أيام العام الجديد، قصف إسرائيلي يستهدف شحنة صواريخ إيرانية في مطار دمشق الدولي. موقع ميدل إيست آي يقول إن تركيا رفضت طلبين لنظام الأسد خلال اجتماع موسكو، أحدهما تصنيف فصائل معارضة على أنها إرهابية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. حذرت كبرى المنظمات الأممية من تعطيل تمديد آلية إدخال المساعدات عبر باب الهواء، مشيرة للآثار السلبية على أكثر من 4 ملايين سوري في الشمال، في الوقت الذي حذر فيه منسقو استجابة سوريا من التحول إلى آلية إنصاف لتمرير المساعدات إلى السوريين. المزيد في هذا التقرير. تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر باب الهواء ما يزال هاجساً يؤرق السوريين في الشمال الغربي والمنظمات الأممية العاملة في المنطقة على حد سواء. 7 أيام على انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات دفعت وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومدير المنظمة الدولية للهجرة ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمديرة التنفيذية لليونيسف والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإصدار بيان حذر من تعطيل هذه الآلية وأثر ذلك السلبي على أكثر من 4,100,000 سوري. البيان أكد تصميم المنظمات على الحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها، مشيرة إلى أن تسليم المساعدات عن طريق نظام الأسد لا يفي بالاحتياجات التي يلبيها تسليم المساعدات عبر الحدود، أمر يتفق معه مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى. منذ بداية تجديد الآلية الأخيرة في تموز الماضي وحتى تاريخ اليوم لم يدخل سوى 64 شاحنة إغاثية، بينما من معبر باب الهواء يدخل تقريبا يوميا قرابة 100 شاحنة، وهذه الشاحنة تدخل هي بالأساس لا تكفي حاجة المواطنين، فكيف نتكلم عن 64 شاحنة دخلت خلال 6 أشهر من مناطق النظام؟ سيناريوهات عدة في حال فشل تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، منها ما أطلق عليها إنصاف، وهي آلية تمنح التمويل لشركة بريطانية، آلية حذر منها فريق منسقو استجابة سوريا، مشيرا وفق معلومات أولية نشرها أن التمويل سيتم على مرحلتين، الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، يتم رفعه خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ 1,200,000,000 دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 من تشرين الأول 2022. بين التهديدات الروسية باستخدام الفيتو وحاجة الشمال الملحة للدعم، يعيش السوريون حتى 10 من الشهر الجاري تحت هواجس عدة أكثرها رعبا، ذكريات حصار المناطق المحررة. وحول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالدكتور عبد الرحمن العمر، كبير المستشارين الصحيين بمكتب سامز من غازي عنتاب. حياك الله دكتور. في البداية، كيف سينعكس إذا لم ينجح مجلس الأمن في تجديد تفويض آلية إيصال المساعدات على القطاع الطبي؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين جميعا. حياك الله. الحقيقة في كل عام يعني مثل هذا الوقت من كل عام تتجدد النقاشات حول تجديد آلية عبر الحدود التي انطلقت منذ سنوات وما زالت في كل عام تتقزم. بدأت بأربع بوابات واقتصرت في القرار الأخير على بوابة واحدة، هي بوابة باب الهوى، مع قيود شديدة من حيث المدة ومن حيث الشروط التي يفرضها الجانب الروسي والنظام من خلفه. هذه الآلية مع كل التقييدات التي وضعت لها تعتبر إلى الآن هي شريان الحياة وحبل النجاة الوحيد المفتوح للشمال السوري بمختلف مناطقه. انقطاع شريان الحياة هذا أو حبل النجاة هذا سيكون له انعكاس كبير على حياة الناس بشكل مباشر،
ذلك أن الآلية الجديدة التي تكلم عنها التقرير المدعو إنصاف لا يمكنها أن تكون بديلا مناسبا لآلية تم تطويرها واستقرت عبر سنوات، ولا يمكن للآلية الجديدة كما ورد في التقرير أن تمتص تبرعات المتبرعين التي تصب مثلا في صندوق التمويل الإنساني العابر للحدود. سوف نشهد بالتأكيد فيما لو توقفت هذه الآلية انهيارا في المجال الإنساني، وما يقال عن أن الآلية البديلة هي آلية عبر الخطوط ستكون كفيلة بأن تحل محل آلية عبر الحدود هو أمر مجرب، وكما يقال في المثل السوري اللي بيجرب المجرب عقله مخرب، فقد جربنا نعم. ذلك في السنوات الأولى وكان كانت النتائج سلبية تماما. نعم، يعني برأيك دكتور ما هي الفئات الأكثر تضررا على الصعيد الطبي في حال توقف المساعدات؟ نعم، من المعلوم أن يعني الأكثر تأثراً بتوقف آلية عبر الحدود من الناحية الطبية يعني يمكن إجمالهما في شقين. الشق الأول ما يتعلق بالمساعدات العينية أو الشحنات العينية التي تأتي من منظمات الأمم المتحدة، وهنا في الشق الصحي نتكلم تحديداً عن الشحنات الأدوية والمستحقات الطبية التجهيزات التي تأتي من منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي، ومن صندوق السكان واليونيسف وآخر ومنظمات دولية أخرى. كذلك الشق الآخر يتعلق بصندوق التمويل الإنساني العابر للحدود الـ SCHF الذي أشرت إليه، وهذا تعتمد على تمويله أو على الأموال التي تصب به عدد مهم من المنشآت، ما بين مشافي وما بين مراكز صحية وعيادات متنقلة ومنظومات إسعاف إلى آخره. وإن توقف هذه الآلية أو هذا التبرع عن طريق هذه الآلية نعم. سيهدد كل هذه المنشآت بخطر التوقف، وستنعكس مباشرة على صحة المواطنين للنكسة التي ستحدث بخدمات الصحة الأولية. يعني وكأنك تريد أن تقول بأن سيحدث انهيار للقطاع الطبي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن العمر كبير المستشارين الصحيين بمكتب سامس، كنت معي من غازي عنتاب. وفي سياق متصل، قال فريق منسقو استجابة سوريا إن الدعم انقطع عن 10 منشآت طبية في شمال غربي البلاد، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لمنشآت أخرى تقدم خدماتها لأكثر من 2 مليون مدني في المنطقة. وحذر الفريق في بيان كافة الجهات من العواقب التي وصفها بالكارثية المترتبة على إيقاف دعم القطاع الطبي مع تصاعد القلق من إمكانية انتشار الأمراض والأوبئة في الشمال السوري، داعيا الجهات المانحة إلى إعادة الدعم للمنشآت الطبية. كما طالب البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية في الشمال السوري بالتضامن الكامل مع الفعاليات الطبية والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت المتوقفة. تسببت أول غارات إسرائيل على الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام في عام 2023 بإخراج مطار دمشق الدولي عن العمل بشكل مؤقت. التقرير التالي والتفاصيل. أينما تريد ومتى تريد تقصف إسرائيل مناطق في سوريا. مع أول فجر لعام 2023 نفذت طائرات إسرائيلية قصفا صاروخيا استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه من جديد، ما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 2 آخرين وتوقف المطار عن الخدمة بحسب وكالة سانا التابعة للنظام. صحيفة العرب الجديد قالت إن القصف الإسرائيلي طال موقعا على أطراف مطار دمشق الدولي، واضحة أن أحد الصواريخ أصاب مبنى المطار المدني، إضافة إلى موقع جنوب العاصمة في منطقة السيدة زينب، وجميعها مواقع تتمركز فيها ميليشيات لحزب الله اللبناني وأخرى تتبع للدفاع الوطني المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة سقوط قتيلين من الميليشيات المدعومة من إيران، أحدهما برتبة رائد شرف وينحدر من ريف حمص الغربي من بلدة القبو، والثاني برتبة ملازم شرف.
بدوره قال موقع صوت العاصمة إن الغارات استهدفت شحنتي أسلحة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني حطت في دمشق قبل ساعات من القصف، كما استهدفت الغارات مستودعات تخزين مؤقت جرى تفريغ الشحنات فيها في محيط مهابط الطيران داخل مطار دمشق الدولي ومستودعات أخرى في منطقة الغزلانية الملاصقة للمطار. نقلت الميليشيات الإيرانية جزءا من الشحنة إليها بعد تفريغها من الطائرات. الهدف ليس تعطيل المطار، هذا ما تقوله صحيفة معاريف العبرية التي أكدت أن الضربات استهدفت ما يتعلق بصواريخ إيرانية دقيقة يتم نقلها أو ما يتعلق بها من إيران إلى حزب الله وميليشيا إيران في المنطقة، وهي رسالة من شقين أحدهما عسكري وآخر سياسي، لا سيما مع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل أيام. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال في وقت سابق إن إسرائيل أفشلت المشروع الإيراني في تأسيس حزب الله 2 في سوريا على غرار الجنوب اللبناني، وهو تصريح لا يعني إنهاء وجود إيران في سوريا. ربما تكتفي إيران باستنكار القصف ولا يحرك النظام ساكنا، لا سيما أنه لا يبدو مستهدفا من قبل تل أبيب التي لن تسمح لإيران بتنفيذ ما قد يضر بمصالحها وأمنها في المنطقة. تجددت الاحتجاجات في محافظة سويداء أمس الاثنين للأسبوع الرابع على التوالي ضد نظام الأسد، مطالبة بالتغيير السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتحدثت شبكة سويداء 24 المحلية عن تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا، وهي الوقفة الرابعة على التوالي في مدينة سويداء. هذا ودعا المحتجون أهالي سويداء وجميع السوريين للحراك السلمي، موضحين أن الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته. ونبقى في سويداء، حيث تعاني المدينة منذ ثلاثة أسابيع من عدم توفر مادة حليب الأطفال داخل الصيدليات ومستودعات الأدوية. ونقل موقع جلوبال نيوز الموالي عن نقيب صيادلة سويداء أسد الأشقر قوله إن سبب فقدان مادة حليب الأطفال يعود إلى تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كونها من المواد المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف نقلها وتوزيعها لدى الموزعين والمستوردين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مؤخراً. ومن جهته اتهم موقع السويداء 24 حكومة النظام بافتعال الأزمة واتخاذ العقوبات والحصار المفروض عليها كمبرر لها. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لاكتساب مهارات في البرمجة، مركز بيت العيلة لرعاية الأيتام يطلق مشروعا خاصا للأطفال في إدلب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أكد موقع ميدل إيستاي البريطاني أن الوفد التركي رفض طلبين قدمهما وفد نظام الأسد خلال اجتماعهما يوم الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، وعدم التوصل لأي صفقات بين الأطراف المجتمعة. وقال الموقع نقلا عن مصادر تركية مطلعة على المفاوضات إن وفد النظام طلب من الجانب التركي تصنيف فصائل المعارضة على أنها جماعات إرهابية، وإعلان المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال غربي سوريا مناطق إرهاب، مؤكدة رفض الوفد التركي هذين الأمرين، فيما لم يبدي النظام استعداده للعمل المشترك مع تركيا ضد البيكيكي. وبخصوص المعلومات التي أوردتها صحيفة الوطن الموالية عن موافقة تركيا على سحب قواتها من شمال سوريا، نفت المصادر تلك الأنباء ووصفتها بالدعاية. وينضم إلينا السيد يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل المختص بالشأن التركي من اسطنبول. حياك الله سيد يوسف. في البداية، رفضت تركيا تصنيف فصائل المعارضة على أنها إرهابية وفق يعني ما جاء في الموقع البريطاني، ما صحة هذه الأخبار؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
بداية لابد أن نقول بأن مع اللقاءات مع بداية اللقاءات الأمنية والاستخباراتية التي تمت في اللقاء الثلاثي في موسكو، كان لم يكن هذا اللقاء هو لقاء كما يظن البعض هو تطبيع بالمطلق ومتوافق بالمطلق، كان هنالك فتح قنوات وإبداء الشروط من كلا الطرفين. تركيا لديها شروط مهمة مع هذا النظام ولديها منافع ومكاسب، وتركيا ترفض أن يكون هنالك أي إجبار أو أي ضغوطات على ما قامت به. وهنالك ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، رفضت تركيا بالمطلق أن يكون هنالك تصنيف المعارضة على أنها معارضة هي إرهابية، وهذا الرفض واضح المعالم، وإنما هي جزء من الطيف السياسي الذي سيكون له دور أساسي في تحديد مستقبل سوريا ومدى شرعية النظام الموجود وكيفية يكون هنالك بعد فرض الأمن والاستقرار تنفيذ آليات الاتفاقات التي تمت، خصوصا اتفاق أو ما يسمى قرار الأمم المتحدة جنيف. أما النقطة الثانية، رفض تركيا أيضا المطالبة بالانسحاب من المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية، درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام، درع الربيع، وأن هذه المناطق تعتبر هي ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي التركي، وهذه مناطق آمنة ولن يتم إخلائها أو التراجع عنها، ولن يتم إجبار أحد من السوريين سواء في داخل هذه المناطق الآمنة أو حتى من الداخل التركي أن يتم تسليمه إلى النظام السوري. أما الشروط التركية فهي كانت واضحة، التعاون في المجال الاستخبارات ضد ما تعتبرهم تركيا أنها مجموعة إرهابية تهدد الأمن القومي، وخاصة BYD, YPG, قصد وPKK. نعم، يعني البيكيكي، وعطفا على النقطة التي تتحدث عنها، الأنباء من الموقع البريطاني تقول بأن نظام الأسد رفض التعاون مع تركيا من أجل محاربة البيكيكي. نعم، وهذا واضح، أصلا هو فاقد الكثير من الشرعية أو الوجود الحقيقي على الحدود المشتركة، وإلا كيف يتم تسليم ثلث مساحة سوريا، وأعني هنا شرق الفرات بالكامل، إلى ما يسمى قصد، وهي عبارة عن امتداد للبي واي دي والواي بي جي والبيكاكا، هذا أولا. ولكن الآن على المستوى الدولي وعلى المسرح الدولي ما زال المجتمع الدولي هو الذي يضغط بقوة على أن يجب أن يكون هنالك شرعية لأي تحرك تركي في بعد 30 كيلومتر، ويكون هذه الشرعية تؤخذ من النظام الموجود. وبالتالي الآن الحديث عن محاربة التهديدات الإرهابية من قسد وغيرها هو ضرورة قصوى. أما الملف الآخر المهم الذي يتم الحديث عنه، وهو لم يتم التطرق له بتفاصيل ولكنه مهم بالنسبة لتركيا، هو أن هنالك تحالفات يونانية قبرصية إسرائيلية سورية في تقاسم شرق البحر المتوسط والثروات وترسيم الحدود، وهذا أيضا تركيا لديها مصلحة كبيرة أن يكون هنالك أن تكون موجودة وأن تحمي حقوقها أيضا في هذا. تتحدث عن الحدود البحرية هنا سيد يوسف؟ نعم، هذه الحدود البحرية، واليوم نعم. تم في الصحف اليونانية إظهار الاستياء المطلق والتحذير ومطالبة يعني دعم أوروبي لإعاقة هذا التقارب أو هذا التفاهم أو اللقاءات التركية السورية على المزمعة في النصف الثاني من هذا الشهر من خلال قنوات الدبلوماسية. وبالتالي هي عبارة عن فن الممكن وعبارة عن محاولة سباق ضد من يكيد لتركيا، سواء على المستوى وصلت الفكرة الاستخباراتي وعلى المستوى الاقتصادي. أشكرك سيد يوسف كاتب أولو الكاتب والمحلل المختص بالشأن التركي، كنت معي من إسطنبول. وإلى شمال سوريا، حيث أدى وجود مخيم للنازحين في ريف حلب الغربي بالقرب من أحد الطرقات الرئيسية إلى وقوع وفيات وإصابات نتيجة حوادث سير وسط دعوات لإيجاد حلول ناجعة. التقرير التالي والتفاصيل. يتمسك أولئك الأطفال بالفرح الذي يجدونه باللعب مع بعضهم، إلا أن حوادث السير المتكررة
باتت تنقص فرحتهم وتقلق أهاليهم في مخيم النير بعد أن هربوا بأبنائهم من الموت قصفا ليلاحقهم على الطريق المحاذي للمخيم في ريف حلب الغربي. يعني فوق العشرة، يعني من العشرة لخمسة عشر حادث، وفي إصابات، يعني صار في إصابات وفي وفيات، يعني صار أنا رحلي ثلاث أولاد نتيجة الحوادث، بيناتهم 14 يوم. حتى لما أسمع صوت فرام بالليل صارت عندي حالة نفسية، لما وأنا نايم بالليل فيق فز على طول، وبما أنه أنا مريض عامل عملية ديسك لما بدي أجلس بدي أحد يجلسني، وعندي بنت عمرها شي 7 سنين صار معها مرض نفسي، يعني ظلت شي سنة 10 شهور ما بتخليني لقى نهائي نهائي، بما أنه أنا أبوها، لأنه لما شافت أختها كيف اندعست ضربة السيارة، وأنا صحت يا الله الحمد لله، الله ألهمني الصبر، صحت يا الله تلهمني الصبر، فخافت كثير، تبالي أنه كأنه على هوا عقلك أنه تبالي أنه أنا ضربت البنت أو قتلت أوي. يتعرض الأطفال وحتى الكبار من سكان المخيمات القريبة من الشوارع الرئيسية والفرعية لحوادث مرورية بين الحين والآخر، ما يتسبب بوقوع وفيات أو إصابات أو عاهات دائمة أغلبها بين الأطفال الذين يصعب ضبطهم طيلة الوقت داخل الخيام القماشية. أول ما نزحنا لهون وجينا كان عندي الولد صغير أش اسمه طلع على الشارع بيلعب، إيه غفلنا وطلع على الشارع، إجا السيارة لطشته وانكسر، جبرنا له أجره طلعت عوجة، رجعنا أش اسمه عملنا له عملية وحطينا له صفايح، ولهلق عم نعاني يعني من أجره، وإسا بعد أسبوع عنده عملية. يناشد سكان مخيم النير المنظمات العاملة في المنطقة بضرورة مسارعة لوضع سياج للمخيم أو كتل إسمنتية ووضع مطبات في الشوارع المحاذية للمخيم بهدف التخفيف من مخاطر وقوع الحوادث التي باتت مصدر قلق دائم لهم. تزيد حوادث السير من معاناة قاطني المخيمات القريبة من الشوارع الرئيسية ومن الأوتوستراد الدولي ما يتسبب في معاناتهم ويزيد من مآسيهم. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، ريف حلب الغربي. أصدر معهد الاقتصاد والسلام الدولي تصنيفه لأفضل وأسوأ دول العالم أمنا لعام 2022، واحتلت سوريا المرتبة الثالثة كأسوأ دولة في العالم، تلتها روسيا في المرتبة الرابعة، فيما كانت الدول الأوروبية في صدارة الأفضل أمنا. هذا واعتبرت أيسلندا ونيوزيلندا وإيرلندا والدنمارك والنمسا هي الدول الأكثر سلاما بين دول العالم، في حين تعتبر أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان هي الأقل سلما وفقا لمؤشر السلام لعام 2022. وتصدرت قطر قائمة الدول العربية الأكثر أمنا والمركز 23 عالميا، وحلت الكويت في المرتبة 39. أما الأردن فهو 3 بين الدول العربية من حيث الأمان، بينما حلت 6 دول عربية في قائمة الدول 10 الأقل أمنا في العالم بينها سوريا. بدأ مركز دار العيلة بالتعاون مع عدة جهات مشروع تدريب حمل اسم المصمم الصغير لتعليم الأطفال الأيتام أساسيات البرمجة والحاسوب وصناعة الروبوت في مدينة إدلب، على أن يختتم التدريب بمعرض خاص بالروبوتات. المزيد في هذا التقرير. إذا قلت له روح تعال شو؟ في هذه القاعة يتلقى الأطفال الأيتام دروسا نظرية وتطبيقية بهدف تعليمهم أساسيات برمجة الحاسوب وصناعة الروبوتات ضمن تدريب تشاركي بين جهات عدة في مدينة إدلب لإكساب الأطفال مهارات معرفية قيمة ما تزال غائبة عن المناهج التعليمية في مدارس الشمال السوري. نحن اليوم بلشنا بتدريب أطفال أيتام دار بيت العيلة. التدريب طبعا هو
بالتشارك مع منظمة شفق وبيت العيلي. التدريب قائم بجمعية فريق جمعية المجد. الهدف الرئيسي هو اطلاع الأطفال على شيء اسمه برمجيات وإلكترونيات وكهربائيات حتى يطلع على هذا العمل المتسارع بهذا الوقت. باستخدام مفكات ومفاتيح الربط وبعض المعدات الإلكترونية يتعلم الأطفال كيفية الجمع بين الأوامر لجعل القطع الإلكترونية تصدر أصواتاً أو أضواءً أو حركة لبناء مجسم الروبوت المطلوب. احنا نعتمد متحكم الأردوينو كدارة برمجية ممكن يشتغل عليها الطالب ليقوم بمشاريع بنهاية الدورة إن شاء الله. حيتعرف على عدد من الملحقات الإلكترونية اللي حتساعده على بناء مشروعه مثل ملحقات الدخل كالحساسات، حساس الألتراسونيك، حساس مثلاً الآي آر، حساسات المسافة هدول اللي ذكرناهم، حساس الحرارة ممكن، ومن خلاله ممكن يدمجهم مع ملحقات عرض. كتير متحمس ومبسوط وخطر لي أنه أصنع آلة لصنع القهوة. تشرب قهوة؟ لا بس أنه للأكبر مني عشان ما يتعذبوا ويروحوا يصنعوا. قد يكون الطريق صعبا على الأطفال ليفهموا هندسة الروبوتات لكن يبدو من حماستهم أنهم على طريق المساهمة في تطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم والتي ستكون على شكل معرض سيقام في نهاية هذا التدريب. لربما تكسب هذه التدريبات الأطفال القدرة على تحويل أفكارهم من مستخدمين عاديين للتكنولوجيا إلى مخترعين ومبدعين. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. ومع هذا التقرير عن الأطفال والروبوتات نصل وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.